يعني يا ريت تحطيه بصورة اني انا ما راح ضلني رايح جاي على كيفه. هالمرة انا اللي عم بطلب منك، الا اذا حابب انه شغلي يتأثر. طبعا ماني حابب شغلك يتأثر، بس هيك الشغلة بتصير تحكم وهالشي ما حلو. مو تحكم، هاي اسمها صداقة. رجال بحبك، وهو وقت اللي يحب حدا حتى فنجان القهوة بحب يشاركه معه. يجي لعنا على النادي بنشربه احسابنا 100 فنجان قهوة. ما تنسى انك عم تحكي عن ناجي بيك، وبعدين هو عرفان عزة نفسك كتير منيح. يعني إذا بده في 100 واحد يشتغلوا له لقليل ويعملوا له بهليل بس مشان يضحكوا، بس هو اختارك لقلك لأنه بحبك وبيحترمك. خير إن شاء الله. هاي سيارة أستاذ نادر. بالله؟ نادر؟ تفضل. كيفك؟ شو رأيك؟ رأيي بشو؟ سيارتك. سيارتي؟ ليش مين قال لك إني أنا بقبل هيك هدية؟ ما بقبلها. طيب لتشوفها بالأول. شو بدي اشوف فيها اذا هديه وما راح اقبلها؟ شو بدي اشوف فيها؟ انا لما بدي اهديك ما بهديك هيك سياره، هذا اولا. ثانيا انا عم بقدم خدمه لصديق الي وبدون مني اياها؟ لا، انا عم بيعك سياره من شركتي انا، يعني ما حدا له مني على حدا بنوب. وقعوه. وقع يا صديقي، شو فيها هالدنيا؟ وقع وخذ سيارتك وتيسر. يلا مبروكة، حتى لو كانت مؤدي المقام. شكرا أستاذ. بدنا أوراق السيارة بعد الظهر بدنا ننزل فيها. حاضر معلم، بس بدنا الهوية. إذا ما هاي الهوية عراسي. تعال معي، امشي امشي. لك انتو الكتاب، اخ لو في مين يقدر. بس اخ، انا بعرف انه انت واحد نفسك عزيزة عليك وما بتحب تحط طواطي لحدا، بس يا اخي انا كصديق يعني ما بقبل ما تركب سيارة مثل العالم والناس. بس انا ماني حاطط باولوياتي هلأ اني بدي اجيب سيارة جديدة. ليش انا مفكر اني اخذ منك المبلغ كاش؟ ولو لك نادر شو هالحكي. اطلع معي. اطلع اطلع اطلع. اي سيدي، هاي 6 جوازات ضبط لي عليهم 6 عقود مثل عادة. هلأ خلينا نسمع رنين من نوكلك عن أبوها، في عنده مشكلة. شو رأيك؟ في ساحر، بس عم اقول لحالي لا تقلي انه بدال هدول الخيل كام عيله ممكن يعيشوا. ها، ما خطر لي هالسؤال لانه كتير تقليدي، كتير ممل هذا السؤال. مو لشي، لانه الخيل يعني مثل حكايتكم انتو الكتاب، ضروريين لانهم بيعلمونا النبل. النباله شي ضروري كتير بالحياه. تعرف استاذ نادر، انتو بتدربونا على الحياة بس مو على العيشة. في فرق بين هي وهي. أكيد أنا هذا اللي عم أحاول أتعلمه. بس في فرق، لأنه أنا وقت أقعد أكتب بيكون خيالي مفتوح على العالم. ها لهون بدي أوصل أنا وياك. أنا يعني لاني سجين ولاني معزول. تعرف ليش؟ لأن هون في روح بتحب الخير والجمال. أنا بشكرك لأنك قريت لي روايتي اليتيمة.
اوعك اوعك تتعامل معي على اساس انه انت فقير ومفكر وانا غني وبلا مخة. لا استغفر الله. طبعا لازم تستغفر الله، لانه ان بعض الظن اسم. نادر، نحن اتنيناتنا مثل بعض وبحاجة بعض، بقى ليش ما منتفق؟ يعني كيف ممكن تكون انت بحاجتي؟ هلا شو بدك فيني؟ خلينا فيك انت هلا. شرف معي، شرف. بس انت مانك مجبور فيني، بعدين انا ما طلبت منك اي شيء. اخي اعتبرها مصلحة، انا وضعك هيك مو عاجبني بنوب. بس انا وضعي عاجبني كتير، ما اشتكيت ولا رح تشتكي. بعرف لك لا مصاري عندك ولا بيت عندك ولا دخل ثابت عندك وما عم تكتب، شو يعني هاد؟ وانت شو بيعرفك بكل هالتفاصيل؟ اطمن، ما عم اتجسس عليك، اطمن. بس هلا بدي اسالك سؤال، يعني هلا نحن بهذا البلد برايك كل سنه كام روائي عظيم مثل حكايتك ممكن يولد عنا؟ ايوه، يعني هيك عمل وطني، نوع من الحفاظ على البيئه والادباء. يعني بتقدر تقول هيك شيء، بتقدر تقول شيء تاني كمان. طاولة جاهزه استاذ. صحتك. صحتك. ما بيصير ضل وضعك هيك. لا لا لا، ما بيصير بنوب، لأن بهيك حالة. عود، ليش واقف؟ عود، ارتاح، عود. يا الله، الأكل البحري هذا بيحسسني يعني كأنه الإنسان أصله كائن بحري، بحسسني كأني أنا هيك يعني فيني من جوا هيك جزء من البحر، ما هيك؟ كلكم ما بدك عزيمة، يلا شرف. أنت شو بدك مني؟ صداقتك. كيف شو فيها؟ يا حبيبي يا عمري، واحد بحب رفيقه وحب يعمل معه جست لطيف، شو الذنب؟ بعدين افرض انه الدولة اجت عطتك هيك مبلغ ببلاش بدون مقابل، ترفضه؟ هديك الدولة، ومصاري الدولة يعني مصاري الشعب، وبيجوز حتى هالاحتمال ما اقبله. نحن حكينا بسبب الدفع، هدول المصاري. هو الموضوع مو انه انت بتستحق ولا لا، هيك مبلغ ما بيعمل عند ناجي سعيد ولا شيء، ما بيعني له شيء. لك حتى أصدقاء ما صرنا. لا تقيس الموضوع على الصداقات العادية. ناجي شخص مختلف، يعني هو عم يحس إنه الوقت ضيق عليه ما بيكفي. كتير منيح معناها يفصل لحاله أيام 48 ساعة مشان تكفي، ليش عايش مثلنا بأيام 24 ساعة؟ يا سيدي فرض إنك رحت على البنك، قدمت على قرض ووافقوا لك عليه بعد 100 واسطة طبعاً. ربع هذا المبلغ ما رح تاخذ. بعدين على القليلة هو ما بعتك لعند محاسب، ما طال من جيبته وبخشش عليك. فشر بعينه هو وغيره يبخشش علي. ليك نادر، رجال تصرف معك بأدب شديد، هالفشر ما له داعي. بعدين انت واحد كريم، بس البخيل ما بيقبل ياخد لأنه ما بيقدر يعطي. والمقابل؟ يعني ما بعرف ليش هيك عم حس انه في شيء مو منطقي، في تناقض هيك بشيء قرني ما عم بقدر ألقطه. أنا شايفة إنه الموضوع ما بيستاهل، ما تكبره أكبر من حجمه. يعني إذا كان بده يطلب شيء بالمقابل، شيء شغل مثلاً، فهو بده يكون بدافع الصداقة مو بدافع المصاري. مثل ما قلت لك، ناجي ما بيشيل موضوع المصاري من أرضه نهائياً، فهم بقى؟ بده أصدقاء، وأصدقاء مو لقليل، ناس عليهم القيمة مثلك.
بيقوم بيشتريهم شري؟ أنا شايفة إنه ما لازم تحلل الأمور هيك، يعني هاي دائرة أولا موصول بآخرة، وإذا بدك تفكر هيك ما رح نخلص. شو قررت؟ باخدهم بس بعتبرهم دين، وباخدهم كرمالك مثل ما بدك. مع إنه حتى لو أخدتهم هيك أنا متأكدة إنك رح تضل تتعامل مع الموضوع لأنه دين، ودين نظامي إذا بدك. ماشي حال، تفضل وقع على الشيكات هدول. شو قصتكم مع هالشيكات؟ ما في غير وقع على هالشيكات. هذا اسمه دين ممتاز، مع انه انا بفضل انك تاخذ المصاري هيك هيك، يعني بقصد تاخذهم بدون اي توقيع احسن. لا دانا لا، رح وقع.